من كام يوم كنت قاعد على القهوه، ولد صغير كده جه جنبي وقال لي عمو هات 5 جنيه. انا بصيت له قلت له ربنا يسهل لك يا حبيبي. قال لي بقول لك هات 5 جنيه. قلت له يا عم انت في ايه؟ الله يسهل لك يا حبيبي. والولد مازال واقف جنبي مصر ان اديله 5 جنيه. انا من جوايا عايز اديله حاجه لله. هي دلوقتي بقت بال5 جنيه؟ لا والله، هو انا عارف ان الجنيه خلاص راح في داهيه، عايز حسنه ب5 جنيه؟ ده جديده، دي جديده، انا باكل عنب. المهم ان الولد ما مشيش الا لما خد ال5 جنيه. ربنا يسهل له. بس تخيل معايا كده لو راح على 50 قهوه في اليوم وكل قهوه 10 بس ادوله 5 جنيه، احسب بقى يا معلم الولد الواحد الصغنن ده هيدخل كام في اليوم. ها يا بتوع الحساب يا متعلمين، احسبوا لي كده واكتبوا لي في الكومنتات. زمان لما كنت بقول للبابا ابويا الحاج ربنا يديله الصحه وطول العمر، لما كنت اقول له يا بابا عايز حاجه حلوه ويديني 0.5 جنيه، كنت بحس ان هو اداني، بحس انه اداني كنز يا جماعه. كان النص جنيه ده اجيب بيه مثلا بربع جنيه كيس شيبسي وبالربع جنيه التاني 5 شوكولاتات مثلا. ده بجد مش بهزر. ابني بقى لما بيجي دلوقتي يقول لي بابا انا عايز حاجه حلوه واديله مثلا 5 جنيه، بيبص لي بصت انت بتهزر ولا انت بتتكلم جد؟ في يا ابني مديك 5 جنيه، انت متخيل؟ يقول لي يا بابا عايز 10 جنيه اجيب كيس شيبسي. 10 جنيه كيس شيبسي ب 10 جنيه يا نهار ابيض. ولا اقول لك خليها 20. 20 ليه؟ هجيب شوكولاته ب 10 كمان. كنده بنتي تسكت؟ ما تسكتش. وانا كمان يا بابا، وانت كمان ايه؟ عايزه شيبسي وشوكولاته ب 20 جنيه برضو؟ اه يا بابا. معلش يا بابا هات 5 جنيه كمان. ليه يا حبايبي؟ هنجيب لبان. لبان؟ خد جنيه يا ابني هات لك لبانتين. بابا اللبانه بجنيه يا بابا، انت ما تهزرش يا بابا، الدنيا خلاص اتغيرت. وبقيت بطلع ال 50 جنيه من جيبي فقط للحاجه الحلوه. انا هاكل عنب، دي الحاجه الحلوه بتاعتي. مدارس اليومين دول بيهزروا بجد، الولاد بقوا يرجعوا من المدرسه ياخدوا الموبايل من مامتهم ويقولها عايزين نكتب الهوم وورك. هو الهوم وورك بقى يتبعت على الواتس يا جماعه؟ ده من امتى؟ لا بجد من امتى؟ ولا المفروض يتكتب على البورد الولاد يكتبوه اهو بالمره يتعلموا بقى الاملة ويغلطوا عشان يتعلموا ولا ايه؟ النظام الجديد ده غريب قوي، بس ما علينا. الشتاء بيهزر معانا. لا بجد بيهزر. ما هو يا عم الشتاء يا تيجي يا ما تجيش، ما تقعدش كده تخليني اقلع والبس اقلع والبس اقلع والبس لحد ما جالي 50 دور برد في شهر. مناخيري خلاص هي بتنزل وانا سايبها بقى، ما انا مش هقعد انف بقى كل شويه، الموضوع بقى مرهق قوي يا عم الشتاء. ما تيجي يا عم عشان نلبس ونتدفى ونشرب سحلب وبطانيات وجو، ده فين؟ انا هاكل عنب، باكل بلع. في يوم كنت ماشي بعربيتي عادي في امان الله، وقفت في اشاره، فحد غلبان كده جه بفوطه وبيمسح لي المرايه اللي جنبي، مش بيمسح لي ازازه العربيه، لا المرايه. اي حاجه يا باشا، كل سنه وانت طيب. قلت له شكرا شكرا ربنا يسهل لك. كنت انا ساعتها متعصب من حاجه مش فاكر ايه، يعني كان مودي مش كويس. المهم فضل واقف جنبي، حاجه يا باشا، حياه النبي يا باشا، يا عم ربنا يسهل لك يا عم، يا عم سيبني يا عم. وانا كنت متعصب من حاجه جامد قوي، وهو واقف الاشاره فتحت عايز امشي، ماسك في الشباك، حاجه يا بيه، حاجه لله يا بيه، يا عم ابوس ايدك سيبني امشي، الاشاره فتحت، اللي ورايا عمالين بيب 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 بيب، حاجه لله يا بيه، يا عم سيبني ابوس ايدك. طلعت المحفظه بسرعه ومديت ايدي فيها واديته الفلوس ومشيت. بعد ما مشيت وروحت اكتشفت ان انا اديته 100 جنيه مش 10 جنيه، حلال عليك يا عم، يا عم ربنا يسهل لك، يا عم الهي حرام عليكم بقى.